عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو اخرى على شان نتاعي سيريال ليدر. باش نكملوا لي فاكو دونك لي فريكوينتلي اسكد كويستشن، باش نجاوب على لي كيستيون نتاعكم. نخلي لكم بيان سور لهني جي با الفيديو نتاع المره اللي فاتت اللي حكينا فيها على كومون كونسيلي اون غرو، معناها كومون كونسيلي دي زيتود اون ميديسين وتحضير الريزيدان والكل افيك لا ليكتور. اليوم باش نحكيو على لا ليكتور pur et dur, ma vie de lectrice, ou elle a my story with reading, voilà, on a acheté un chouf à la titre, mais y est. Première question, on a de Karima, waktesh bdit takra, ou shnou wa the first book you've ever read, bdit nakra depuis toute petite, mané, et je le dois, mané, en grande partie à papa. Papa, si tu passes par là, coucou. Je le dois en grande partie à papa. خاطر هو اللي ملي انا صغيره صغيره معناها بري ريدينغ ايج، ما تقبل حتى ما نبدا نعرف نقرا كان هو يقرا لي ويحط لي القصص في دايه زعما انا نقرا فيهم وكنت نحفظهم باللي نسمعه معناها. دونك في ساعه في ساعه بديت نقرا معناها القصص الصغار وكل اول كتاب بديت نقراه هكا سيتي جونغ ما ديسيزيون مشيت له سيتي في الرابعه ابتدائي ولا في الخامسه ابتدائي. هما الكتب هذوما رجل مستحيل دكتور نبيل فاروق، نتصوركم الكبرى وتعرفوهم اون جينيرال روايات مصريه الجايبه. ما انا بديت برجل مستحيل قبل حتى ملف المستقبل وقبل ما يخلطوا وقبل ما نبدا نقرا ما وراء الطبيعه وسفري وكل نتاع الدكتور المرحوم احمد خالد توفيق. اول واحد خديته سيتي لو بروميي دونك اختفاء غامض، نلقاه في كشك في صفاقس بالزهر والفورما هكا ما انتريغي، ما كنتش نعرف عليه حتى شيء. وبديت ومن غادي بديت قصة الحب نتاعي انا وادهم صبري، خاطر نعم يعني نقدم لكم لامور دو مون ادوليسونس مون انفونس اي ادوليسونس. اي كنت نحبه برشا ونغير عليه كريما ونكرهها كنت مون توفيق على الاخر بون ابار لي انا نغير عليه خاطر هي لوكزا ماستر تعمل حتى تصلح لشيء. حسينو دونك هذاك هو اختفاء الاختفاء الغامض كان اول واحد نقراه. إلياس يسألني تقرا مانغا ولا و لو بيغ ليفر كو تا لو زيد لا بروميير ليكتور لي جاوب تاع لي لو بيغ ليفر كو جي جامي لو لي امبوسيبل. انا المشكله راني ما نجمش نقول كتاب خايب، نجم نقول انا ما عجبنيش جمله معني انا جو لي ديتيستي ولا ما عجبنيش بالكل. انا ما نجمش نقول كتاب خايب خاطر سي سا تروف هو به مي انا وياه ما تفهمنيش برشا في الجانرا بتاع الواي والفانتسي والكل. نتذكر اي من لي تروماتيزم دو مونوف وذا سي ان كلاسيك باش تعرفوا معناه اللي هو مش كتاب تعيس. انا وياه معناه اتدنت جمله من لي تروماتيزم نتاعي خاطر بابا كان يعطيني نقرا لي كلاسيك دونك لا شارتروز دو بار تاع ستاند اب. او ماي جاش التوا كي نرى اسمه ولا يتعدى قدامي ولا حاجه نحس راسي يوجعني هاك يجوني دي نو وكل شيء. سي تي اون اكسبيريونس اوريبل. عندك الاخر زيد ريفري دان بروميور سوليتير نتاع جون جاك روسو كتاب صغرون هكايا يعني نتذكر نبكي وانا نقرا فيه نقول با ما عادش نجم نبكي تيلما جو مي سوي انوي كوم ان راما وليت يجوني دي بونسي سويسيدير كي نتفكرهم بزاف. فما كتب لي كلاسيك راهو العباد الكل يحبوهم وانا ما عجبونيش. معناتها فما كتب كيما في قلبي انثى عبريه اكلي تدخلوا معناها افيك سيغتان زاتونت كوم العباد الكل تحكي عليهم تبدا تقرا وتقول شنو مزي اللي نقرا فيه شنو مزي بس انت من بعد تقول لك راهي قصه حقيقيه ولا شنو ما عرفت بالحق. هذيك الرياكسيون تاعي كي كملت الكتاب وبعد شفت لي قصه وكملت رانيا معناها حبيت نشوف قلت بالك شي الفان هي اللي واو ولا ليه معناها ما نعرفش حاسيلو ما نعرفش الحقيقه. هذيك الاكسبيرونس الوحيده مع الدكتوره خوله حمدي محمد العرقوبي كوكو ما معني حتى دي ستيفن كينغ اللي ما عجبونيش جمله. فما جو سي با كتاب العبيد الكل تحبه اللي هو نورفيجن وود نتاع هاروكي موراكامي وهاروكي موراكامي انا نحبه برشا الكتاب هذيك ما نجمتش نكملو. فما جو سي با 13 reasons why I hated that book. Oh my gosh. فما كتب يحكيو على سوبوزي على mental illness هذوكم اكثر وحود ينرفزوني معناها كل تحسهم romanticizing mental illness والا romanticizing suicide كاريمون والا ما فما برشا 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 معناها. لو بيغ
Franchement, ما نجمش. I'm sorry. T'as un drama où j'ai un message privé. Pour les mangas, hey, je suis une très 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 grande lectrice de mangas. On est très chouette avec les animes. D'ailleurs, il y a Femme Attack on Titan, qui est parmi mes mangas animes préférés. Femme Death Note, qui est kif kif parmi mes mangas animes préférés. Femme des animes de Fashion, je ne sais pas si je suis manga. Femme Lax, Zeta. Mais oui, je suis une très grande consommatrice. Je suis en des recommandations, voilà, whatever. Hit me. Au même temps, elle comment lire plus rapidement. Je me suis dit que je suis en comment lire plus rapidement. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vais vous donner en détail les tips. Au moins, les choses que je vais faire. Je vais lire plus rapidement. Je vais vous donner comme la vidéo là dans le barre d'infos qui est là. Quand je vais lire plus rapidement, ça dépend. Je vais des mois, je vais lire plus rapidement. Des mois, je vais lire 7 octobre. Donc, ça dépend. Voilà, accès. Voilà, je vais lire octobre. Ça dépend. Ça dépend si je vais lire une lecture. Je vais lire un film. Le Comte de Monte Cristo. Mais je ne sais pas si je vais lire une en parallèle. Donc, je vais lire un peu plus de choses. Kif Kif Dune, qui est Dune de Frank Herbert. وفما كي يبدا شهر كي نقرا فيه كان دي ثريلور مثلا كيما رمضان ولا حاجه نرحي 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 معني دوك ما خاطي تقرا في ساعه وهكا معني ونحس اللي بتخوا نغون نقراها ما نركزش برشا دونك نبدا نرحي على بعض دونك سا ديبون اما هاني قلت لك فما شو رايت فيهم كتاب برك فوا شطر كتاب وفما دي موا فيهم 10 ولا 12 كتاب معني سا ديبون انت حالتي النفسيه اسكو في ريدينغ سلام مانيش في ريدينغ سلام اليوم تسال كومون ليغ دي كلاسيك وشنو نعملو اذا كان لو ليفغ الي ديفيسيل je te le dis c'est à tout de suite انا كومون جو فوا لي شوز اذا كان كتاب تحس اللي ماكش اليز وانت تقرا فيه اريت او بو دان مومون اريت معناها سي فري باش تحاول من الاول اذا وصلت تشتري الكتاب ولا 200 باج وانت tu n'es pas à l'aise ou تحس لي ماكش فاهمه وكل خليه لو بلو تار ينجم يكون il demande je sais pas plus d'outils بالك تقرا حاجات اخرين يحضروك اكثر معناها مثلا باش تقرا je sais pas الكتاب العظيم نتاع بروست معناها الساغا نتاعو هذيك سي با ايفيدون دو كوتي دو شي سوان بالحق تسوفخ من الاول مي من بعد اما موندوني تدخل في الحكايه وغادي موا بالنسبه لي انا وغادي تتحل معناها وتولي تشرح باش تقرا اكثر فما كتب سال في با انا قلت لكم لا شارتروس دو بار نتاع ستاندار نتاع ستاندار ولا ذاك لو روسو معناها ما نجمتش سيتي دو لا سوفرونس فيزيك معناها دونك زيد قص عليه كلاسيك مش كلاسيك قالوا لك راهو طياره ما تعذبش روحك معناها لا ليكتور سي با في بور سا ابخي فما دي كلاسيك بالحق اللي واحد لازم يقراه كسوسوا في قرايته ولا حتى في حياته معناها باش ينجم يحكي مع العباد باش يبدا عندهم نفس ال دونك تولي بوتيتر تعمل ان بو بلوس ديفور انا نقول لك مثلا انا ما ميثود كومون ابوردي دي كلاسيك ابدا اقرا دي كلاسيك في الجونغ اللي انت تحبه مثلا اذا كان انت تحب مغرومه برشا باللي رومانس ابدا مدام بوفاري اذا كانك مغروم باللي بوليسيي باللي بولار باللي ثريلر ابدا مثلا بلو بارفان اذا كان مغروم بالتياتر فهمت شنو نقصد معناها خذ الجانغ اللي انت تحبه وابدا بيه في لي كلاسيك خاطر لي كلاسيك الحاجه الباهيه اللي تو ا دو تو كانك مغروم بالساين فيكسيون باللي ديستوبي شنو ابدا اقرا جورج اورويل ولا زامياتين معناها خذ الجانغ اللي انت تحبه ولا شنو فيه في لي كلاسيك هكاك تبدا ديجا دون لو با تبدا ديجا مستانسه بالعالم هذاك ديزون ومن بعد بشويه راهو ماني لابيتي فيان مانجون سورتو بور لا ليكتور وسورتو في لي كلاسيك ما تنجم تكون من الاول عندك دي بريجوجي من بعد يتنحى وتنجم وما تقفش على كل كلمه هذا ديما نقولوا اذا كلمه ما فهمتهاش اذا فهمت كونتكست الجمله ما تقفش على ليميت برو نوت ولا من بعد ارجع لها ولا اما تقف في وسط الكتاب تمشي تلوش في ديكسيونير وتجي جو تروف با سا تري معني نصور ليكسبيريونس تاع ليكتور توالي بو كومونس اغريب دونك تفهم في الكونتكست ميسيلش انا قبل نقرا في كتب صدقني لا نفهم منهم حتى شيء نمشي لبا نقول واش معني هذيك قول لي تو من بعد دونك ماهيش مشكله سونيا تسالني كومون ليغ دي بافي كومون تروفي لو تو سي كيما لي زوتر معني كيما لي بافي كيما الكتب الاخرين كيف جو فو رومي لا فيديو اللي معني نحكي فيها بالضبط على الجيستيون دو تو اما سي نتصور مني العبد الموظف النورمال عنده شوية وقت الصباح عنده بوز ديج
وعنده شوية وقت في الليل نتاعه هو وروحه معناها وفما في الويكاند تنجم تفك زيتا ساعة ولا ساعتين كمان لي بافي بالحق هما يبخلوا ما تشوف كتاب كبير انا فما كتب عندي برشا نحب نقراه وبيخلع عليهم غيان كخاطر كبار دونك سي اون ديسيزيون ابراندر تعرف اللي الكتاب باش يشدك 3 شهور مي tu prends cette décision تقول انا جي انفي دو لير لو كونت دو مونتي كريستو depuis x temps et donc j'ai décidé de le lire je m'en fous ça me prend 3 mois 4 mois je m'en fous وكيت تشالنج غودريدز وكيل درا شنو on s'en fout انا عندي باش نقرا الكتاب هذاك et surtout كي دا الكتاب باهي وانت تقرا فيه معناها و you are enjoying ما حدش يهمك بافي ولا مش بافي معناها انا نعدي معناها عام كامل نقرا فيه 10 كتب سا ما ديرونج با اذا كانوا من الكتب هذوك انا عامله جو انا نقرا فيهم معناتها سي سا voilà ma et ma famille je suis une recette magique معناها باش نقول لك speed reading وكل pas vraiment je suis pas adepte mais je comprends la bédiam le speed reading مثلا les passages تاع description il les survole هكا en diagonale وكل شيء فما بيت ils font ça pour aller plus vite et l'الحقيقه je suis pas très fan de la méthode ما تسال كيفاش نشري كتاب من غير ما نبدا عندي عليه حتى فكره ما عنديش des avis وما قريتش الكاتريام de couverture. En général, ça m'arrive très rarement que dans la couverture, elle est magnifique. Ou il y a un flotteur. Donc, quoi que tu as peut-être. C'est mis en le réflexe de Amazon. Je trouve qu'il est bien noté ou pas. Et même pas. Des fois, quelqu'un. Mais c'est rare. Des fois, lié au feeling, le titre, la couverture, il y a un truc qui t'intrigue. Et je ne sais pas si je ne crache les quatrièmes de couverture. Je ne crache pas si je ne crache pas. Mais en général, c'est l'auteur, des fois la maison d'édition, la couverture, mais en général, il y a les rares fois. En général, je ne crache la quatrième, mais il y a un dit, je ne crache pas les gens. حد من اللي نعرفهم معني في حاجات نتشاركوا فهمت ونسمعها تحكي عليه مثلا وفما حاجة كي ما انتريك اون ايموسيون بارتيكولير ان جانر بوتيت بارتيكولير وساعات حتى انا بوني معناها يقول لي على كتاب ونمشي ديريكت نقرا ولا نشري معناتها نوصل حتى للاشا كيف نراه قدامي هيك اللي يسالني بيست اثر وبوك ريكومنديشن نعرف اللي الكلكم متوقعين لي انا باش نقول ستيفن كينج او فيت نو ستيفن كينج از ماي فيفورت اثر Best author I've ever read, je dirais Dostoevsky. نعرف اللي ما عندهم حتى علاقة ببعضهم الزوز. أنا نقرأ في plusieurs genres. معني ما best author, franchement, معني je pense اللي le plus qui se rapproche de la perfection pour moi. معني في l'écriture ou في l'alcool, les personnages, la psychologie des personnages ou Dostoevsky. Sorry على الخلل التقني. Donc, quand on parle de Dostoevsky, pour moi, il frôle le plus la perfection. Ou le book recommendation serait. Et avec quel mani, ou le marab, je t'accroche à Dostoevsky, je t'accroche à Dostoevsky, je t'accroche à Dostoevsky, je t'accroche à Dostoevsky, qui m'a frère Karamazov, crime et châtiment, je t'accroche plutôt, je t'accroche peut-être le joueur. Le joueur, il est plus accessible ou à sa rata pour le hajm. Cyrine, tu as dit pourquoi il aime Stephen King ou je ne sais pas ce que tu lui recommandes. ستيفن كينغ معناه وي جو واي واي باك قصة حب معناتها كي دوغي دي زاني أول كتاب قريته لستيفن كينغ عمري 14 عام وهو لو فليو من أكبر الكتب اللي هو كتبهم نقدم لكم لو فليو ديجا هيك نقول من أكبر الكتب راهو في السونس بروبر زيدا نتذكر لتوا لامبرسيون كو جي او انا نقرا فيه ما قريتوش انتجرال انا قريته كان مقسوم على ثلاثه هكا ليديسيون بوش كيفاش حتى نمشي لليسي وباقي نخمم فيه ونحب وقتاش نروح باش نرجع نقراه وكيفاش معناه جيتي مي اي واز مايند بلون معناه شنو هو هذا قلت كيفاش عبد يشيل باله معناه الحكايه هذه كيفاش عبد يكتب هكا كيفاش عبد يعيشني في حكايه كيما هكا اللي هي نورمالمون اللي ماهيش كريديبل معناه اي دونك فوالا سيتي ان غران 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 كو دو فودر ولتوا ديجا ستيفن كينغ هو لوتور اللي نرجع له افيك بلان ديموسيون اللي نرجع له هكا سي دودو سي كالو تروك فاميليير اللي انت استنست بيه اللي تعرفه اللي حفظته اللي حتى الرايتنج ستايل نتاعو كي نبدا في كتاب نتاع ستيفن كينغ جو مو سون شي موا معناتها تيلمون جو لو كوني بيان
وهو اكثر كاتب من اللي قريت لهم الكل اللي il maîtrise l'art نتاع ستوري تيلينغ ce qu'on appelle le storytelling معناها كيفاش يحكي لك حكايه ستيفن كينغ ينجم يحكي لك على فارخ صغير معني قاعد يحك في سنيه ومعناها وتبدا انت انتريغي وتحب تعرف شنو كيفاش باش يعمل من بعد في البروسا دو معني ينجم يحكي لك حكايه اللي ما تجيش جمله ان تروك فونتاسيك تبدا تصدق فيه معناتها من الاول للاخر وانت تتبع فيه وتقول اي معقول ياسر اي زيد تقول لي من بعد كيفاش اي معناها لارت دو ستوري تيلينغ بالحق دو جامي فيو يل تو راكونت اون هيستوار يهزك هكا من يدك و What books do I recommend? Pour quelqu'un qui va commencer Stephen King, comme هو معروف عليه اللي يكتب في الهورر اي ما هو ما يكتبش هورر كا هورر ويكتب في برشا جنرز معناه في الهيستوريكال فيكشن في الدراما في شي با ديستوبيان نوفلز ساينس فيكشن ثريلر كل شيء يكتب معناه في تو سكي جونغ معناه كل شيء دونك ننصحكم باش تبداو ستيفن كينغ ابداو بحاجه انتم تحبوها مثلا اذا كان بلوتو تحبوا لي رومان اللي فيهم برشا دي زيموسيون هكا ودرام وكل شيء ذا جرين مايل معناتها لا ليني فيرت اذا كان بلوتو بوزيمي لي ثريلر لي ثريلر سيكولوجيك ميزوري معناتها ميزوري اي ان اكسلون شوا بور كومونسي ستيفن كينغ اذا كان بلوتو تحبوا انتم لي ديستوبي Les romans peut-être qui vont un peu plus vite, je recommande Running Man ou La Marche ou Crève, les The Long Walk en anglais. Et quand tu aimes les historical fiction, il y a 22-11-63, il y a l'assassinat de JF Kennedy, une vue différente à l'archéologie. Voilà, je pense que... Et quand vous êtes aventurier, vous aimez bien... retrouve l'essence de Stephen King, et ben je dirais It, ça, ou Ella The Shining, ça peut faire l'affaire. Donc voilà. Imane, tu as allé à la My Reading Routine. My Reading Routine dépend de l'autre de ce que je vais vous dire. Les jours, par exemple, je vais vous dire un peu de كان نجمت معني كان ما بديتش ياسر كنت هكا او مود زومبي وكل شيء دونك شويه مع قعد صباح كوم انا نوصل بكري برشا للسيرفيس شويه مع قعد صباح شويه في البوز ديج ساعات سينو كان عديتها مع امل ودورا معني وفي الليل مين لي في الليل قبل ما نرقد هذوكم من نص ساعه ولا ساعه معناها سيغ هذوكم كي نبدا باغ كونتخ في ايام الكونجي ولا في لي ويكاند ولا واحد تتبدل الحكايه خاطر عندنا لابيتود انا وسامي اللي نمشيو القهوه ونقراو شويه معناها نهار 16 يعني نهار لحد الصباح دونك وقتها عندي اكثر برشا وقت باش نقرا نحط اوديو بوك كي نبدا في الكوجينه كو سوا نطيب نغسل المعون جو سي با روباساج رونجمون اي حاجه ديما نسمع اوديو بوك وكي نبدا في النهار عندي على الاخر فات لي كليشي نتاع كل كتاب يلزمو مارك باج ويلزمني قهوه ولا جو ولا تي ولا ديما هكا اون بواسون مع الكتب عندي شويه الريق هذاك معناها اما في الليل نقرا ديما على ليزوز عندي ليزوز فيها غوتخو اكليراج دونك نجم نقرا زاوتا في كل شيء في ميل تسال على تيبس العبد يحب يعمل يوتيوب شانل وتسال فيها اذا كان انا اي هاف بين هيزيتنت ولا معناها باش نعمل اليوتيوب شانل I have been hesitant. توا يسرى تنجم تحكي لكم على المرجة اللي مرشتولها وانا كل مرة نقولها صورت فيديو باش نحطها راني اما مازال شوية مازلت نخمم. انا كان عندي مشكلة اللي ما نحبش وجهي معناها. I don't like seeing my face في التصاور ولا في لي فيديو نتصور معناها بوما سيتي. دونك زادا it was معناها حاجة ثيرابوتيك بور موا. لي فيديو اللي نعمل مونتاج نشوف في وجهي في لي فيديو التوا انا كي نحل كومونتير في يوتيوب ما تطلع لك الفيديو كي تحل كومونتير ونبدا نحكي نتشوكا ديما نعمل بوز هكا وانا شوكي معني مازلت التوا ما استنستش في القدا دونك وي من الاول بالحق يبدا عندك تخاك وتستريسي وتقول لعبيد كومون ايل فون لو بروندر اسك اي فون ماكسبتي اسكو باش تعجبهم ماهيش باش تعجبهم درا شنو هو باش يعلقوا عليا وكل ا مومون دوني لازم تجيت الو وانا ديما نقول اذا كان انا نجمت نعمل شي يوتيوب اي واحد ينجم ساعة دو بار مشاكلي انا مع روحي يعني هو الاستيم دو سوا ودرجه دو بار لو كوتي دي تكنيك اللي انا لا نعرف نصور لا نعرف نعمل كادراج لا فريمون معناها جو في دو يوتيوبينغ ارتيزانال
عرفت كأباري فوتو كومباكت وساعات تليفوني وكل مرة كيفاش ومرة نعمل مونتاج مرة ما نعملش وحتى المونتاج اللي بريميتيف معناها ما نعمل حتى شيء الكاليتي دو صون هكاك معناها فريمون جو ديبون من لومينوزيتي نتاع جو ديبون من الطبيعة معناها من الشمس كان فما شمس نصور ما فماش ما نجمش معناتها فريمون باش نقول لكم راهو تنجموا تبداو بلي موان دو بور هكا اللي على الاخر على الاخر معناها جوست انت وتليفونك اي حد يفو سو لونسي كيل سو لونس الحقيقة أنا عاونوني برشا لو فيت اللي العباد الريسبسيون اللي تي تري بوزيتيف معناها هذيك حاجة وهذيك علاش أنا نحبكم برشا أول 4000 أنتوما ولا حاجة هكا أنا نحبكم برشا 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 خاطر الشين يوتيوب وسيرتو انتوما معناها لي كومونتير لي رياكسيون والكل قداش فو مابورتي فو مافي بوكو 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 ابورتي بالحق معناتها في حياتي نشجع اي عبد اللي يعمل هالافونتور هذي لاخاطر بور موا سيتي كو بور بينيف سيتي دي رونكونتر معناها مانيفيك مع دي زابوني وكل في المعرض نتفكر وكل دي رونكونتر مي كلي يبدا نهارك خايب يولي باهي كاريمون كلي لي العباد معناها لا بيانفيونس لي رونكونتر ليتيرير لي زوتور اللي عرفتهم لي زيديتور الكونتاكت مع لي ميزون ديديسيون كو سوسوا في تونس ولا البرا فرانشمون معناها سيتي du pur bonheur بالنسبه لي انا فلا دونك اي حد يحب يبدا حتى كانوا ايزيتون نعرف سي با ايفيدون اما انا ما دوني لانس توا والا يلزم يبدا عندك صاحبتك كيما يسرى ماني اللي تشدك نهار تسكر عليك البيت وتقول لك اغزر توا راني باش نصور دونك وباش نحط هالفيديو تصرف معي احكي شنو تحب تك ابدا فلا في بالي يزي هالفيديو هذي كيما العادة كان عندكم دي كيستيون اخرين بيان سور نيزيتي با باش تحطوهم في لي كومونتير نجم نخلطهم دونك ان شاء الله تكون الفيديو عجبتكم ان شاء الله تكون فاتتكم حتى شوية و سي يو نيكست تايم ان شاء الله فيري فيري سون و تشاو تشاو تشاو